بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد. هنتعلم النهاردة يا جماعة من الـ MySQL Function String Function اسمها Insert. Insert دي يا جماعة مختلفة عن الـ Insert اللي احنا بنشتغل بيه عشان نحط قيم جوه الـ Database. تشوفوا مع بعض ازاي مختلفة. طبعا دي الـ Table بتاعي، ده Try Table، ودي الحقول اللي احنا بنشتغل عليها. و Insert النهاردة بتعمل حاجة جميلة جدا ممكن ان شاء الله تنفعك في شغلك. هنكتب مع بعض insert ونشوف السنتاكس بتاعها بيقبل ايه. insert يا جماعة بيقبل السترينج اللي انت هتتعامل معاه، اللي هو اللي عندنا هنا الحقل بتاعنا اللي احنا هنجيبه وهنعمل فيه حاجة معينة بفانكشن الانسيرت دي. بعد الانسيرت ما يجيب السترينج بتبدأ تحدد له البوزيشن اللي انت هتبدأ من عنده نحط سترينج جديد جوه السترينج اللي عندنا ده. هنشوف مع بعض ازاي. طبعا بعد البوزيشن اللي انت هتبدا منه هتديله اللينكس اللي هو عدد الاحرف اللي انت عايزه يحط مكانهم، واخر حاجه خالص النيو سترينج اللي هو الجديد اللي انت هتحطه في السترينج بتاعك القديم. لحد هنا ممكن الموضوع ما يكونش واضح، هنشوف في المثال العملي معناه ايه الكلام ده. انا عندي كلمه ايجيبت عايز اشيل الواي والبي مثلا واحط مكانهم كلمه اسامه، ازاي الكلام ده؟ طبعا ده يا جماعه ينطبق على السلكت. لما اجي اعمل سلكت واعمل ريتريف اجيب البيانات من الداتابيس واعرضها في السكريبت بتاعي او في الابديت طبعا زي ما احنا اتفقنا، وهنجرب في السلكت وهنجرب في الابديت. طيب اول حاجه زي ما احنا بنعمل دايما هقول له سلكت حقل التكست فروم تراي. السلكت العادي انا بمشي دايما خطوه خطوه يا جماعه عشان الناس تتعلم تتعود على الاستعلامات. وبعد كده ادي له السلكت تكست، وبعدين هنا التكست الجديد اللي انا هطبق عليه الكلام ده هقول له هنا insert. دي function insert. ايه هو السترينج العادي بتاعي اللي انا هتعامل معاه؟ string اللي اسمه text. جميل جدا، ادي text. تعال نشوف الاحرف عشان نعرف احنا نشتغل فين بالظبط. البوزيشن اللي انا عايز اغير من عنده او ابدا اشيل من عنده من اول الواي والبي وهنا من اول اليو والدي، يبقى البوزيشن رقمه كام؟ 3. الحرف رقم 3 هو اللي هو الواي، فهاجي مكان البوزيشن وحط رقم 3. جميل. بعد كده في السنتاكس طالب مني اللينكس، عدد الاحرف اللي انت هتبدا تعدها ويحط مكانهم السترنج الجديد بتاعك. احنا قلنا الواي والبي يبقوا 2، يعني انا عايزه يحط 2. طيب ادي 2 اللي هو اللينكس. بعد كده اخر حاجه خالص النيو سترنج الجديد اللي انت عايز تحطه. السترنج الجديد ده ممكن يكون تجيبه من مكان في الداتابيس، ممكن يكون سترينج انا اللي احطه هنا، ممكن اعمل اي حاجه تتخيلها. طيب هحط انا هنا مثلا على سبيل المثال مثلا كلمه اسامه، اروح اخد الاستعلام ده واقول له جو، واقدر طبعا اسمي الحقل الجديد زي ما انتم شايفين. تعالوا خلينا نسميه عشان نتعود. هنا اسميه as new string مثلا، اسميه new string اللي هو الحقل الجديد بتاعي عشان يبقوا جنب بعض وتشوفوهم بطريقه سليمه. حقل التكست العادي اسمه ايجيبت، شل لي الواي والبي وحط لي مكانهم كلمه اسامه، اصبح اي جي وبدل الواي والبي اسامه وفي الاخر تي. نفس الموضوع في سعودي عربيا، اس اي اسامه اي، شل لي اليو والدي. نفس الموضوع في كندا، شل الان والاي، كتب لي سي اي اسامه دي اي. وهو ده يا جماعه السترنج زي ما انتم شايفين، النيو سترنج اللي طلع لي الجديد اهو، اقدر استعمله في الداتابيس، اجيبه من الداتابيس واستعمله في السكريبت واقدر احدث كل حاجه. طيب ده ممكن يا جماعه ينفعنا في ايه الكلام ده كله؟ الكلام ده كله ممكن ينفعك في الريبليس، اي حاجه فيها انت عايز تعملها ريبليس، اي فكره تتخيلها في حياتك الانسيرت ده ممكن ينفعك فيها. طيب ازاي الكلام ده؟ تعالوا معايا مثلا هنا في تراي انا عايز عندي مثلا عندي تيبل فيه فيلدز كتير جدا فيها كلمه معينه انا عايز الغيها مثلا، يعني استخدم الفانكشن دي كريبليس، عايز اغير كلمه معينه موجوده عندي في التيبل كله سيريال نمبر مثلا، وليكن سيريال نمبر، تعال نحط سيريال نمبر هنا. هقول له مثلا السيريال بيبدا باس مثلا 1 2 3، دايما الباترن ده ثابت، وبعديه كلمه الزيرو، وبعد الزيرو ارقام مثلا عشوائيه. ده سيريال ثابت عندي في كل مكان. هقول له جو وهعمل السيريال تاني بس المره دي احط مثلا ارقام مختلفه بالشكل ده. جو اهو، حط اخر سيريال هنا مثلا ارقام برضو مختلفه واقول له جو. عندي انا هنا السيريال ده زي ما انتم شايفينه باترن ثابت،
بيبدأ بواحد اتنين تلاتة وكلمة الزيرو وأرقام بعد كده مختلفة. أنا غيرت البرنامج بتاعي، غيرت الباركود، غيرت أي حاجة المفروض إن أنا عايز مثلا أغير كلمة الزيرو دي بكلمة تانية. طبعا يا جماعة الكلام ده تقدر تعمله بأكتر من فانكشن، بس احنا بنشوف فانكشن الانسيرت دي هتنفعنا ازاي لو حبينا نعمل بيها الموضوع ده. طيب نيجي هنا ونشوف انا هعمل ايه. هعمل ابديت. اوكي ابديت، ايه هو التيبل اللي هعمله ابديت؟ تيبل التراي. اوكي ايه هو الحقل اللي جوه التراي اللي هعمله انا تحديث؟ ست، اللي هو حقل ايه؟ حقل التكست. ست تكست بيساوي، بعدين ابدا اعمل بقى الفانكشن بتاعتي الجديده. الفانكشن هتعمل ايه؟ الفانكشن هتجيب لي اول ثلاث حروف، تعال نعد مع بعض، واحد اتنين تلاتة. هبدا انا من الاندكس الرابع ده او من البوزيشن رقم 4، تمام؟ يبقى انا مطلوب مني في الانسيرت الحقل نفسه اللي هو تكست، بعدين البوزيشن رقمه 4، بعدين تعال نشوف عدد الحروف اللي انا عايز ابدا بيها، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. يبقى هيشيل لي ست كاركترز ويحط مكانهم السترنج الجديد بتاعي. بقول له هنا مكان اللينكس 6. ايه هو السترنج الجديد اللي انت عايز تحطه بدل ال0؟ انا عايز بدل ال0 مثلا احط اسم البرنامج الجديد وليكن اسمه سيريال على سبيل المثال. طبعا في هنا حاجات هتتاثر زي ما انتم شايفين، اللي هم ايجيبت وسعودي اريبيا وكندا هيتاثروا، بس احنا ملناش دعوه بيهم، مفيش مشكله، واصلا ممكن احذفهم علشان تتاكدوا عشان ما يكونش فيه لخبطه. ده السيريال اللي عندي القديم، وهنا الجديد الكود بتاعي، واروح اقول له جو. بعدين نتفرج ايه اللي حصل. ادي براوز، راح شال لي كلمه ال0 وحط لي مكانها كلمه سيريال. ده علشان انا اللي حددت له الكلام ده. نفس القصه الكود تاني، نعمل عليه تجربه تانية عشان تشوفوه. قلت له ابديت تراي، هعمل ابديت لتيبل التراي، هعمل سيت لحقل التكست اللي عندي. هيساوي ايه؟ هيساوي فانكشن الانسيرت بتاعتي هتتعامل مع التكست اللي انتم شايفينه، وهبدا اقول له من اول فين. المره دي مش عايز اشيل كلمه سيريال، عايز اشيل ار اي اي ال، عايز اسيب الاس اي دي، مش هشيل كلمه سيريال كامله، وبدلها احط مثلا شباك، اس اي شباك، انا عايز السيريال يكون اسمه كده. طب تعالوا مع بعض نشوف. اول حاجه البوزيشن، 1 2 3 4 5 6. انا عايز اشيل ايه؟ احنا قلنا يا جماعه انا عايز اشيل من اول الار، 1 2 3 4 5 6. الار يا جماعه اللي انا هبدا اشيل من عنده البوزيشن بتاعه 6، وعدد الحروف اللي هشيلهم 4، اللي هم الار والاي والاي والال. يبقى انا هنا في البوزيشن 6، وعدد الحروف اللي هشيلهم 4، هبدلهم بكلمه ايه؟ احط مكانهم كلمه ايه؟ احط بس علامه الهاش بس كده، عشان يبقى اس اي هاش، ويكمل السيريال عادي زي ما هو. تعال نشوف واقول له جو. نروح على البراوز، اهو شال لي ال ار اي اي ال، بقت اس اي شباك او اس اي هاش كده. انا اتعاملت بالانسيرت اني اغير حاجات في الداتابيس، واتعاملت ان انا اجيب البيانات كمان عن طريق الانسيرت دي. ما تخلطوش يا جماعه بين الفانكشن الانسيرت الموجوده في السترينج فانكشن والانسيرت اللي انت بتحط فيها بيانات في الداتابيس، دي حاجه ودي حاجه. طيب اخر تجربه هنعملها هي تجربه اني اجيب حاجه من الداتابيس عندي، يعني اجيب انا حاجه من الداتابيس عندي اصلا، حقل تاني مثلا على سبيل المثال. طيب احنا نمسح ده كله، او هنمسح مثلا اتنين واسيب واحد بس وليكن اللي هو الاولاني ده، واروح اعمل السيريال بشكل تاني خالص. السيريال يكون اسمه اي اس دي، اي اس دي مثلا، وبعد كده رقم 1 مثلا. نفس السيريال ده هيتكرر تاني، بس الرقم ده مثلا، او بدل ما هو رقم ممكن نحط علامة، وليكن علامة الهاش. علامة الهاش دي هتكون ثابتة في كله، يعني نفس الحقل ده اهو، حقل التكست مثلا متكرر فيه نفس اللي انتم شايفين ده، نفس الرقم بالظبط. حط واحد تاني اهو، واخر واحد بنفس الشكل. ايه الفكرة هنا اللي انا عايز اعملها؟ حقل التكست ده زي ما هو بالظبط، انا عايز اغير السترنج بتاعي ده، احول الهاش دي للاي دي الموجود في الريكورد عندي. نفس الاي دي ده احطه هنا من ضمن السيريال، بحيث يكون يونيك، ما يكونش السيريال متكرر بالشكل ده. يعني عايز من الاخر ادمج بينهم، يعني اني اخد الاي دي ادمجه مع التكست بالفانكشن اللي اسمها انسيرت دي. طيب نشوف مع بعض هنعمل ايه واحده واحده. ابديت، ابديت لمين؟ للتراي.
بعد ما اعمل ابديت لتيبل تراي، ايه الحقل اللي فيه اللي انا عايز اعمله ابديت؟ حقل اللي هو التكست. جميل. التكست بيساوي ايه؟ عايز اعمله ابديت لايه؟ بفانكشن الانسيرت. فانكشن الانسيرت هتعمل ايه؟ هتجيب لي التكست العادي بتاعي اللي هو حقل التكست اللي انا شغال عليه. من اول فين البوزيشن؟ تعال نشوف ونعد مع بعض. 1 2 3 4 5 6 7. 7 دي اللي هو الهاش الاخير خالص. طيب جميل جدا. هقول له 7 اللي هو البوزيشن، عدد الاحرف 1 مفيش غيره اصلا الهاش. ايه هو السترنج اللي انت تحطه مكانه؟ اللي هو حقل الاي دي. اهو اروح اشوف مع بعض ايه اللي هيحصل واقول له جو. نشوف هنا ايه اللي حصل يا جماعه. جاب لي زي ما انتم شايفين التكست كامل زي ما هو، بس حط لي مكان الهاش الاي دي الخاص بالريكورد اللي هو 4، وهنا 7، وهنا 8، وهنا 9. ايه الفكره من المثال ده؟ الفكره ان انت تقدر تاخد مكان حاجه من حقل عندك في الداتابيس لحقل تاني، تربطهم ببعض، تاخد سترنج من هنا تحطه على السترنج هنا، تحدث، تعمل كل حاجه وانت جوه الداتابيس من غير ما تروح للسكريبت بتاعك. تقدر تعمل كل الكلام ده كله بالابديت علشان تجمع السترينجز كلها مع بعض. هنا بس انت خدت الفكره، ان شاء الله هتلاقي لها فوائد في مشروعك كتير. الانسيرت مهم وجميل وممكن يوفر عليك وقت كتير في الكود اللغه البرمجيه اللي انت بتشتغل بيها، وممكن يعمل لك شغل جميل جدا. يا رب يا جماعه الدرس يكون بسيط وسهل وعجبكم. نراجع السنتاكس: انسيرت السترينج، البوزيشن اللي هتبدا من عنده، اللينكس اللي هو عدد الحروف اللي انت عايز هو يشيلها عشان يحط مكانها السترينج الجديد. اشوفكم ان شاء الله في درس جديد وشكرا.